الاقليم غير فيما يخص القطعه الارضيه السيده الرئيسه. القطعه الارضيه هي واحد القطعه لارض مشاعه ما بين واحد المجموعه ديال الفلاحين اللي العدد ديالهم 20 هما الاصل كانت 25 فلاح اللي كان مازال تابعين للبحث الزراعي كانت على شكل تعامليه فلاحيه كتسمى تعامليه الوحده. من بعد كانوا نازلوا واحد الخمسه ديال الفلاحه اللي عوضاتهم الاملاك المخزنيه. ملي عوضاتهم الاملاك المخزنيه ولات واحد الارض اللي هي مشاعه ما بين مجموعه ديال الفلاحه اللي الاصل 20 وما بين الاملاك المخزنيه اللي كتمثل هاد الخمسه ديال الفلاحه. هاد القطعه الارضيه تم فيها نزع الملكيه من طرف المندوبيه العامه لاداره السجون اللي العدد ديال 20 هكتار اللي دارت ليها نزع الملكيه. والقطعه الاخرى كان فيها مشروع ديال المقبره وديال السوق اسبوعي من طرف الجماعه ديال سيدي حياد زعيم. غير فيما يخص القطعه كاين نزاع في المحكمه ما بين الاملاك المخزنيه وما بين هذه الفلاحه اللي رفعات الاملاك المخزنيه واحد الدعوه من اجل القسمه ديال العقار باش تحدد النسبه ديال الاملاك المخزنيه والنسبه ديال هذه الفلاحه. الفلاحه حتى هما داروا دعوه قضائيه من اجل القسمه. تم تعيين واحد الخبير ولكن لحد الان مازال المعلومه اللي عندي مازال ما كاينش حكم نهائي ما بين ديال القسمه. لهذا السيده الرئيسه كاين مجموعه ديال القطاع الارضيه اللي كتواجد الجماعه ديال سيدي حياد متابعه للاملاك المخزنيه وكنظن كتوفر فيها جميع المعايير والمقاييس ديال هذا المحرك الاقليمي لان ما بغيناش يكون واحد التعثر فيما يخص هذا المحرك. وشكرا سيدي.